السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اليوم انا واحد من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية، بدفع بعملات اليو اس دي تي، عملة الباينانس كوين، عملة البيتكوين، كما فينا نستخدم عملة اللايت كوين على المحفظة البسيطة فوشت بي، كما فينا نستخدم اليو اس دي تي على السي وولت. لحد عندنا السحب تقريبا صفر ولا اي شيء. شو ما جمعت هذا الموقع فيك تسحب اخي كريم، موقع جديد، موقع مميز راح نشرحه خلال هذا الفيديو، ونقدم اثبات سحب منه على الفوشت بي. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها في صندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، أنا ما بستخدم أي رابط مختصر، هذا اللينك بياخذك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشر، يعني ضغطتين أخي كريم بتفتح معنا هاي الصفحة، لأن الموقع عبي بياناتك، بنحط هون إيميلنا، يفضل يكون جيميل، ورح نأكد هذا الإيميل، اسم مستخدم باللغة الإنجليزية، باسورد محترم يعيد الباسورد حل كباتشا، كلمة ريجستر بيكون صار عندنا حساب. الموقع بعتنا رسالة تأكيد على بريدنا الإلكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، فيها رابط او لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. لا تنسى لازم تاكد ايميلك، بعدين بنروح على اللوجن او تسجيل الدخول هاي اللي تحت، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا دائما المواقع بتطلب منك تاكيد الايميل، لازم تاكد ايميلك لحتى تعرف تشتغل على الموقع. بالنسبه لهذا الموقع تجي الرساله بالبريد الوارد، نادرا او بعض الاحيان تجي بالرسائل غير مرغوب فيها، فيها هاي الروابط تضغط على واحد منهم مشان يتفعل حسابك. طبعا اصدقائي، هي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع عملة اليو اس دي تي وبنسحبها او بنسحب معادلاتها بالعملات الرقمية، مثل ما شفنا لحد عندنا السحب بسيط جدا. نحن كيف نبلش نجمع؟ عندي مجموعة من طرق الربح، عندنا اول شيء هون اوفر وول او العروض، في عندنا اربع شركات مشغلة للعروض، تايم وول، بيتكو تاسك، اكسنتيف والاوفر فور كريبتو، اربع شركات كويسة. مثلا اذا اخترنا البيتكو تاسك بيقول لك الموقع كل شيء انت بتأديه داخل بيتكو تاسك بنضاف خلال يوم على رصيدك بالموقع، وهذا شيء كتير منيح. داخل بيتكو تاسك اصدقائي في عنا عروض، في عنا استبيانات حسب البلد، في عنا عروض مختلفة عن العروض الاساسية، شيء تاني في عنا فوشيت صنبور، في عنا اصدقائي فيديوهات، في عنا مجموعة مميزة من طرق الربح. مثلا اذا اخترنا من هون الاعلانات البي تي سي، اعطاني مجموعة من الاعلانات، بس بضغط على الاعلان، اكتمل معنا الاعلان، بختار الصورة المخالفة او الاقل تكررا وبنتظر التحميل. طبعا هيك سكسس كسبنا قيمة هذا الاعلان، فيني تابع بقية الاعلانات كسبنا، لكن يفضل تروح على الاوفرز او العروض. طبعا هون الربح الاساسي، فتحت معي العروض، هذا العرض ب 56 سنت، هذا العرض ب 20 سنت، هذا العرض ب 43 سنت. طبعا هون عروض شيء تاني مختلف في الديبوزيت مبنياها، طبعا هذا العرض ب 10 سنت بس حمل. طبعا هاي الاضافي اضيفه طبعا اصدقائي للمتصفح، هذا للكمبيوتر، شايفين اصدقائي اعطيني كمبيوتر جنبه ب 10 سنت. في عروض كمان كثير سهله مثل اللي حكيناهم بالبدايه، 20 سنت انستول اوبن ريتش ليفل 16، حمل التطبيق وصل لليفل 16، وصل لليفل المحدد كومبليت اوفر، بضغط عليها وباخذ الرابط وبلش اشتغل على العرض، وصل المطلوب مني خلال واحد يوم بينضافه برصيدي بالموقع. اذا كان مالتي اوفر طبعا ممكن يكون داخل هذا طبعا اصدقائي العرض، ممكن يكون مثلا تأدي مرحلة معينة بتنضاف عندك قيم معينة في بعض العروض. وفي كتير صراحة داخل بيتكو تاسك ومتاحة لكل دول العالم تقريبا. كمان في شركات تانية مثل الاكسنتيف، داخل الاكسنتيف اذا رحنا على ليتس بلاي كمان بيعطيني هاي القيم كل 70 ثانية، كمان في عروض داخل الاكسنتيف وقيمتها كويسة. طبعا هون 28 سنت، هون 33 سنت، هون 15 سنت، كمان نفس المبدأ. شايفين اصدقائي هذا العرض نفسه موجود على البيتكو تاسك، هون ب 10 سنت، هون 8 سنت، فاضل انت طبعا حسب اللي بيناسبك. واذا كانت مثلا وحده متاحه ببلدك ووحده او عرض غير متاح ببلدك، اشتغل على المتاح ببلدك، لا تغش، لا تستخدم بروكسي او في بي ان او وسائل احتياليه مشان تعرف تكسب وينضاف هذا الرصيد بشكل صحيح على حسابك داخل الموقع. كمان إضافة للعروض داخل الموقع في عنا روابط مختصرة شورت لينك، في مجموعة من الروابط المختصرة ممكن ننفذها ونكسب قيمة هاي الروابط. كمان في عنا إعلانات، في عنا أصدقائي كمان صنبور عادي، مانوال، فوسيت، كولكت يور ريورد، هاي اللي هون بضغط عليها، طبعا هيك كسبنا قيمة هذا الصنبور، فيني بعد دقيقتين أرجع طالب مثل ما قلنا من هذا الصنبور، ومعي 10 محاولات يوميا. في عنا كمان قراءة المقالات، شي كويس، ريد بلوج، فتحت معي مقالي، طبعا ببحث عن العداد الرقمي بنتظر اكتمالها، اكتملت العداد بروح على بروسيد. طبعا كمان هون عدادي رقمية تانية رح يكونوا مجموعة من الصفحات،
طبعا هيك رجعنا لصفحة الموقع وكسبنا 0.02، كتير كويس. فيني ارجع مرة تانية على ريد بلوج وشوف اذا كان متوفر بالنسبة الي كمان مقالات شاهدة واكساب قيمتها. في عنا كمان صنبور اوتوماتيكي بيعتمد على الانرجي، بنقدر من الروابط المختصرة. كمان في عنا وول اوف فورتشن كمان بتعتمد على الانرجي، وممكن ناخذ كوبونات كمان من منشئ طبعا هذا الموقع. اذا ضغطت عليها بلاقي تحت جوين اس اون تيليجرام، راح اخذها طبعا بصفحة تانية مشان ما تروح معي الصفحة الأساسية، وافتح التليجرام الخاص بكوين سيرف. طبعا هذا الكوبون مثبت لميت مستخدم، دائما أنت تفقد هاي الكوبونات بشكل يومي. بناخده طبعا نسخ أصدقائي وبنرجع لهم بنحطه بعيد خاني، ممكن يكون مستنفذ وأخدينه الميت مستخدم قبل. بروح على ريديم، طبعا أخذنا قيمة هذا الكوبون مثل ما كان ملاحظين. طبعا فيني أشوف بشكل يومي شو حاطط كوبونات هذا الموقع. طيب يلا انسحب من الموقع، بروح على ويزدرو. مثل ما شفنا تقريبا ما في حد ادنى للسحب، وفيني استخدم الفوسيت باي مع هاي العملات والسي وولت مع اليو اس دي تي. راح اختار من هون الفاينانس وولت، بعدين بروح على الفوسيت باي، بجيب عنوان محفظتي الفاينانس نسخ، بروح على وولت وببحث عن عملة الفاينانس كوين. شايفين اصدقائي باخدها نسخ او باخذ عنوان نسخ. ما عندك محفظة راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وامنة. كمان في فيديو كمان انشاء محفظة سي وولد كمان مشان تستفاد منها اذا انت حابب. طبعا بنزل لتحت اصدقائي، بحل الكاباتشا. هاي الكاباتشا مو دائما بتنحل معي، راح اختار الاتش كاباتشا وبروح على ويزدرو، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا دفع للموقع ما قيمته تقريبا اقل شوي من 1 سنت، بيعمل الباينانس سمارت تشين. راحوا على محفظتي، بروح على الفوسيت باي، بحدد صفحة الدفعات على المحفظة الوسيطة فوسيت باي. حتى شاهد الدفعة، هي 2000 ساتوشي بي ام بي نورمال بيمنت. هذا هو التاريخ، هذا هو الموقع كوين سيرف. موقع مميز مثل ما قلنا، من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب من عملات رقمية. كما راح احط لك بصندوق الوصف اخي الكريم مجموعة كبيرة من المواقع كلها ممكن نستفاد منها ونكسب منها عملات رقمية بشكل مجاني مع اثباتات السحب من هاي المواقع. طبعا اصدقائي بدي اؤكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح عملات رقمية الباير الفوسيت بي باينانس كيو كوين، اي مجال مجالات الربح من الانترنت انت عندك هذا سؤال تبلي بالتعليقات ان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.